نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات، قصص وحكايات، أسئلة وإجابات، قضايا وخلافات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل والمرسلين. أعزائي مشاهدين قناة الحافظ، أهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة جدا من برنامج حوارات. حلقتنا اليوم بعنوان جواب جريء. حلقة النهاردة إن شاء الله هي مخصصة للرد على مقيل في أحد القنوات التمصرية عن فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، وإيضاح لبعض ما جاء بالحلقة. وأولا أحب أن أعرفكم بنفسي، معكم أخوكم محمد حمدي، ويستضيف اليوم في الاستوديو الأستاذ معاذ عليان. أهلا بك أستاذ معاذ. أستاذ معاذ عليان هو باحث في مقارنة الأديان وأحد مؤسسين قناة المخلص على اليوتيوب، وصاحب كتاب عبادة مريم والزخرفات المرمية. إن شاء الله هكون معكم من يوم في حلقة خاصة جدا في الرد على ما قيل عن حلقات الشيخ محمد الزغبي في الرد على زكريا بطرس. ظهر اثنين من كومبارس أحد القنوات التنصرية، الأخ وحيد والأخ رشيد. وحيد ورشيد بيردوا على ما قيل عن زكريا بطرس. فإيضاحا للموضوع الأول، حب أعرفكم بالأخ رشيد. اسمه رشيد، نعرف من أين رشيد، إيه اسمه، إيه نسبه، إيه أخ رشيد يظهر على قناة من القنوات التنصرية ويبتدي يهاجم ويدافع في نفس الوقت عن الكتاب المقدس أو عن إيمانه ومعتقده. أما بالنسبة للرجل الثاني فهو ده محورنا إن شاء الله، الأستاذ وحيد. أستاذ معاذ، خلينا أسألك في الأول، مين وحيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هو مبدئيا احنا طبعا عارفين القنوات التنصرية اللي بتهاجم مصر، بتهاجم الإسلام طبعا. فالشيخ محمد الزغبي بدأ في حلقات للرد على زكريا بطرس، فبدأوا هم يهاجموا الشيخ الزغبي بافتراءات باطلة إن شاء الله هنوضحها النهاردة. ظهر مع الشخص اللي حضرتك ذكرته دلوقتي، شخص اسمه رشيد. رشيد ده واحد، وحيد ظهر معاه. وحيد ده جه في يوم من الأيام لقيناه لابس زي الخليج اللي هو الخليجيين، لابس جلابية بيضة وكده، ولابس نظارة مغطية وشه، ومركب دق طبعا، شنبه كبير، ومغير صوته، وقعد بيتكلم قدام زكريا بطرس كأنه واحد مسلم وتنصر. واكتشفنا الموضوع طبعا، احنا قلنا لبس خليجي، مغير صوته، مغير اسمه، ظهر باسم الشيخ جواد، صح؟ جواد. الشيخ جواد، وما ظهرش الا مره واحده بالزي ده. لما اكتشفناه ولما عرضنا الموضوع ده ولما وضحنا ان هو كاذب، طبعا ما بطل يظهر بيه تاني. جميل. يعني اصلا هما جايبين واحد يرد، الواحد ده ليه سابقه طلع مع زكريا بطرس وطلع مع واحدة، والموضوع منتشر جدا على المواقع الاجتماعية. هو في الحقيقة ان الموضوع موضوع ديني. احنا عندنا في نص في رسالة بولس الى اهل كورنثوس الاولى الاصحاح 9 العدد 20 بيقول: فصرت لليهودي كيهودي، وصرت الذين تحت الناموس كتحت الناموس. مفتجمة قلت صرت الخليجي كخليجي. فهي الفكرة ان هو ايه، بيظهر كده على اساس يوهم المسلمين ده انا واحد متنصر وعرفت ايمان زكريا وخلاص بقيت مؤمن بايمان زكريا. هي دي كل الفكرة. جميل. يعني بدايتنا ان احنا معانا واحد اصلا طالع يرد، الواحد ده في ذات الفعل، يعني ليه سبق قبل كده ان هو كان بيكذب، وده استنادا للنص الموجود عند الكتاب المقدس. طيب نعم. خلينا نمشي مع واحد استاذ معاذ كده واحدة واحدة عشان الناس تبقى معانا ان شاء الله تعالى. احنا اصلا جايين نقول ليه طلع دلوقتي وحيد ورشيد يردوا؟ ليه ما ردوش من بدات ما بدا الشيخ محمد الزغبي يتكلم او يرد على زكريا بطرس؟ ايه التوقيت ده؟ هو في الحقيقه ببساطه جدا، زكريا بطرس شخص بقى له 10 سنين تقريبا بيشتم في الاسلام، فبدا الموضوع يعني ايه ينتشر. فالشيخ الزغبي عمل حلقات للرد عليه. الشيخ الزغبي لما بدا حلقات في الرد عليه، فبدات قناه الحيه اللي هي القناه دي بدات تضغط عليه على اساس رد على الشيخ الزغبي، فمش هيقدر يرد. قال لهم لا انا مش هقدر ارد، فراحوا طاردينه من القناه. طبعا في التوقيت ده، يعني في التوقيت اللي الشيخ الزغبي بدا فعلا حلقات في الرد عليه، ده يثير الغرابه بالنسبه لاي واحد مشاهد يعني عاقل. دي نقطه. فجم بعد كده قالوا تعالى يا وحيد يا رشيد، تعالوا ردوا على الشيخ الزغبي، فبداوا فعلا يحاولوا يردوا على الكلام اللي بيقوله الشيخ محمد الزغبي. طيب نخش بقى في الحلقه، او نخش في الحلقه اللي هي عملوها وحيد ورشيد واللي احنا عايزين نتكلم عليها النهارده ان شاء الله. اول حاجه
في بعض التحديات وضحها الشيخ محمد الزغبي لزكريا بطرس ولم يرد عليها، وهم مسكوها وحتى ما ردوش عليها. ممكن نوضح للناس ايه التحديات اللي وضحها الشيخ محمد الزغبي لزكريا بطرس وتهرب منها، وان هم اتهموا حتى الشيخ بعد كده ان هو الشيخ بيسب والشيخ بيشتم زكريا بطرس، وده ده الردود بتاعت المسلمين، وهل استند الشيخ على اي نص حتى من الكتاب المقدس في الشتايم اللي اتقالها دي؟ فايضح لي الموضوع ده، نقول للناس ايه؟ هو طبعا مبدئيا حضرتك اكيد اعلم مني بالموضوع ده، بس انا اقوله بس للتوضيح. احنا الحمد لله يعني حلقات الشيخ الزغبي بنبقى ماسكين الورقه والقلم وطول ما الحلقه شغال. فمن ضمن الحاجات اللي كان التحديات الشيخ الزغبي ظهر فقال ان زكريا بطرس عنده مرض اسمه مرض الخمسين. فزكريا بطرس عايز يعني ايه يفقد للشيخ المصداقية بتاعته، فراح طلع قال ما فيش حاجة اسمها المرض الخمسين. فالشيخ الزغبي طلع كتب مسيحية بتوضح ان في شيء اسمه المرض الخمسين. زكريا بطرس سكت. ده اول تحدي. التحدي التاني قال كلمة فرج مش موجودة عندنا في الكتاب المقدس، ومسكه كده وقال الكتاب بعهديه لا توجد فيها هذه الكلمة. فالشيخ الزغبي راح مطلعها في سفر الملوك الثاني الإصحاح 19 العدد 3. من ضمن الحاجات برضو اللي طلع كلمة نكاح، بيقول كلمة نكاح دي كلمة عيب، وإزاي موجودة في الكتاب في كتاب المسلمين وهم مش مكسوفين. فالشيخ الزغبي طلعها من كتاب اسمه الدبلة والإكليل بتاع الراهب أثناسيوس، كان ناقل عن سويرس بن المقفع تقريبا أو أحد يعني آباء الكنيسة القبطية، كان كاتب باللفظ ده بيقول لا يجوز عندنا الطلاق بعد عقد النكاح. فيبقى اذا في حاجه اسمها نكاح اهو، صفحه 235 زي ما الشيخ ذكرها يعني. التحدي الاكبر بقى اللي كان وقفنا عليه، التحدي بقى الاكبر اللي هو موضوع الشتام والشيخ محمد زغبي بيشتم ومش عارف ايه، والحلقه يعني بعديها ردينا على ده اللي كان اطال فيه شويه. الشيخ الزغبي طلع قال زكريا بطرس كلب. فزكريا بطرس ما يعرفش لا قرأ في المسيحية ولا في الإسلام زي ما الشيخ الزغبي كما كان بيقول، ولا وشيد ولا وحيد ولا الاثنين التانيين. فطلعوا يقولوا ده الشيخ الزغبي بيشتم. فالشيخ الزغبي جاب له النص اللي موجود في إنجيل متى 15:26، ليس حسن أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، يعني أي واحد غير يهودي كلب. فزكريا بطرس قال لا أنت بتفسر النص ده على مزاجك. فالشيخ الزغبي راح جايب له تسجيل الاب شفيق ميخائيل ميخائيل شفيق على ما اتذكر يعني للرد عليه، وكان وضح الاب ده في التسجيل ان المسيح فعلا قال للمراه انت كلبه، يعني ما نسب الى المسيح الى المسيح طبعا. اللي هو قال النص اللي هو بيقول اللي هو ست اللي هو النص بتاع كلبه ان غير اليهودي هو كلب، فده ينطبق الكلام. طبعا في بعض الكلمات الثانية اللي هو كالجحش وخنزير والاخر اللي اثبتناه برضه في سفر الجماعه يولد الانسان، سفر الجماعه 3:19 و18 يعني استناد الشيخ محمد الزغبي كان عن الكتاب المقدس. نعم. وايمان زكريا بطرس وايمان رشيد ووحيد. طيب. لكن هم علشان مش عارفين ما قرأوش ما يعرفش ايه اللي موجود في الكتاب عنده، ما يعرفش ايه اللي موجود في كتب التفاسير اقوال الاباء بالنسبه للنصوص دي، فبالتالي اعترض. فالشيخ اظهر حقيقه هذا الامر. طيب الموضوع الكبير بقى اللي هو طلع عليه رشيد ووحيد طلعوا يتكلموا فيه، اسلام بنت اخت زكريا بطرس. جميل. ده الموضوع اللي هم عملوا عليه ضجه، وقال لك ان وحيد طلع او رشيد طلع قال لك ان الشيخ محمد الزغبي كذب الموضوع بعد ما اعلن زكريا بطرس. طيب بالورقه والقلم بقى كده وبالتواريخ نثبت للناس ازاي ان مين اللي كذب على التاني، هل الشيخ محمد الزغبي؟ لا، وخلي بالك وهل رشيد؟ النقطة في نقطة مهمة أنا عايز المشاهدين يخلوا بالهم منها. زكريا بطرس ظهر في القناة بتاعته وقال أنا مش هرد على الشيخ الزغبي عشان الشيخ الزغبي بدأ يكذب. جميل. طب اشمعنى رديت في يعني بنت أختك دي؟ يعني ترك الإيمان؟ ترك الإيمان. أيوة. المشكلة بقى مش في إن الشيخ الزغبي بدأ يكذب على حد ادعاءه، إنما المشكلة إن هو مش قادر يرد على كلام الشيخ الزغبي. فدي راح مطلعها إيه على الموقع بتاعه كتكذيب يعني. طيب زكريا بطرس ظهر في يوم الجمعه اللي فاتت قال ان الجريده كتبت يوم 31، هو الشيخ الزغبي نزل التكذيب امتى؟ 29. ايه ده؟ يعني زكريا بطرس بيقول ان الجريده كتبت يوم 31 والشيخ الزغبي نزل التكذيب يوم 29، يعني قبلها بيومين حسب كلام زكريا. طيب هو في الحقيقه طبعا زكريا بيقول يوم 31 لان هو نزل التكذيب يوم 1/6. فبالتالي يعني عايز يقول لك ان انا نزلت التكذيب بعد ما الجريده نزلت بيوم. انما غلط، الجريده نزلت يوم 28/5. جميل. كان يوم ايه؟ جريده المصريون نزلت الخبر. على موقعها يوم 28/5. نزلت المصريون الخبر يوم الجمعه 28/5. جميل. الشيخ الزغبي كان في الحلقه يوم السبت. انا عايز بس لو رشيد فاضي يكتب معانا الجريده اتنزلت يوم 28/5. اتفضل. تمام.
فالجريده نزلت يوم الجمعه 28/5، الشيخ الزغبي نزل التكذيب تاني يوم. جميل، احنا معانا فيديو التكذيب اللي هو الفيديو بتاع التكذيب، يا ريت يكون قدامنا بالصور تعرضه او الاستاذ مخرج يعرضه واحنا نعلق عليه، واحنا نعلق عليه كده، يا ريت لو جاهز يشغلوه ان شاء الله. اتفضل. فلو احنا لو الفيديو اشتغل او ظهر امامنا هيظهر قدامنا ان المصريون كتبت يوم 28/5 كان يوم جمعه. جميل. الشيخ نزل التكذيب يوم السبت، نسي يقوله تقريبا على الهواء، اكيد انت يا حضرتك كنت قلت لي الكلام ده، نسي يقوله على الهواء، فراح قاله في تسجيل اهو قدامنا، دي جريده قدامنا المصريون. قدامنا بس رشيد يتابع معانا 28/5، جريده المصريون نزلت الخبر 28/5. اتفضل. أيوة. يا استاذ معاذ. والشيخ نزل الشيخ الزغبي بعد أهو الحلقه ده جزء من الفيديو 5 اتوفعت على اليوتيوب. نعم، ده جزء من الفيديو المشار اليه، ده التاريخ هيتقرب دلوقتي اهو 29/5 يوم 29، يعني تاني يوم مباشره، ده على قناه